من ورشات تكوينية وندوات فكرية وسياسية يسودها النقاش وإثارة الأسئلة حول العديد من القضايا الوطنية. كما تعرفوا بأن الشباب المغربي مطروح أمامه مجموعة من التحديات أمام هذا الحراك السياسي، فإن الشباب الحركي الآن أصبح فاعل الحمد لله، وفي هذا الملتقى هذا غادي نحاولوا ما أمكن باش نطرحوا مجموعة من التساؤلات وكذلك من مجموعة من الأجوبة على هذه التساؤلات. وفضلا عما يوفره الملتقى من تواصل بين الشباب الحركي، ستعقد لقاءات مفتوحة مع العديد من الوزراء لتلقي أجوبة عن تساؤلات الشباب، كل حسب القطاع الذي يشرف عليه. وهو فرصة اللي غتجمع الشباب المغاربة من مختلف المناطق المغربية وغتمكنهم التواصل فيما بيناتنا، بالخصوص أنه غيشمل بزاف ديال الورشات عمل وورشات تكوينية اللي غتفيدنا حنا كشباب، بجانب يعني لقاءات مع السادة الوزراء اللي غادي نتمكنوا أننا نطرحوا عليهم الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديالنا ويوضحوا لنا السياسات ديالهم في المجالات ديالهم. برنامج الملتقى يتضمن أيضا أنشطة رياضية وترفيهية مختلفة.